المغرب كدولة رائدة في المجال الأمن والهجرة ودولة عريقة كألمانيا، شنو قولكم في المنتدى الوازن في هذا الأمر هذا الهام في مجال الهجرة مع دولة عريقة كألمانيا؟ أولا ألمانيا والمغرب، بالنسبة للمغرب هو بلد عنده تجربة كبيرة في قضايا المهاجرين، له جالية كبيرة في الخارج، دولة عبور بالنسبة لدول جنوب الصحراء ودول إقامة كذلك ودولة إقامة كذلك، وكانت عندهم مبادرات وتجارب يعني ناجحة فيما يخص تسوية الوضعية ديال المهاجرين والإدماج ديالهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وألمانيا تنفرد في أوروبا بالانفتاح ديالها واستيعاب الطاقات المهاجرين، ويعني أعطاهم فرصة للمساهمة في تنمية ألمانيا، وهذا يعني تجارب فضلة. اليوم كتحضر تقريبا أكثر من 130 دولة تعالج نفس الإشكاليات، كيف نيسر تواجد أو وجود المهاجرين. المهاجرين هناك عدة أنواع، هناك من يهاجر لأسباب اقتصادية، لأسباب اجتماعية، لأسباب سياسية، لأسباب حروب إلى آخره، كل قضايا متنوعة. وهناك هجرة أخرى وهي هجرات الأدمغة، وهناك تموجات في دول العالم يعني بين الدول، فهذه كلها إشكالية اللي خصنا نيسروا كيف نستقبل المهاجرين، وشنيا يعني الإجراءات التي خصنا نيسروها باش يمكن المهاجر في أي بلد تيمكن يعيش، تيمكن يساهم، تيمكن توفروا الفرصة، باش أولا الفرص السياسية اللي يساهم بالرأي ديالو، والفرص التنموية باش حتى هو يساهم في بناء يعني دولة الإقامة وبالتالي العيش فيها وتوفر له الولوج للخدمات الاجتماعية. فكلها قضايا اليوم وغادي تم عرض التجارب الفضلة والناجحة في مختلف الدول، والخروج بتوصيات وبتصور واضح حول هذه، لا نقول آفة، ولكن هذا الوضع الذي أصبح يعني يتموج. فيسرت وسائل الاتصال والتواصل، يسرت هذه التموجات وهذه الانتقالات وهذه التحركات، فأكيد أن الهجرة يعني ستزداد نظرا لانفتاح العالم وكذلك لكسر الحدود بين عدة دول، والبحث عن يعني المناطق التي يمكن للمهاجرين سواء أن يعيشوا فيها بأمان أو يفجروا طاقتهم، وعلى الدول المستقبلة أن يعني تتدارس هذا الأمر وتيسر هذا المنح. شكرا. لاحظنا انه ينفتح ماشي مابقاش فقط يقتصر على دول حليفه تقليديه كاسبانيا وفرنسا، اليوم تنشاهدوا ان المغرب ينفتح على دول في عمق اوروبا، في عمق القاره العجوز كالمانيا. واش هذه استراتيجيه جديده للدبلوماسيه المغربيه؟ لا، اولا هذا الملتقى هذا يعني كما قلت يعني تنظمه جوج دول عندهم خصوصيات، عندهم تجارب يعني استثنائية. ألمانيا كما قلت في البداية من الدول المنفتحة أكثر على المهاجرين، ويستت لهم عدة إجراءات وعدة أمور. بالنسبة للمغرب عنده يعني في الدول الإفريقية ودول العربية من بين الدول اللي استطاعت تعالج يعني الهجرة، سواء الهجرة إلى الخارج وكذلك يعني العبور ديال المواطنين الأفارقة والإقامة.
فهذه كلها تجارب يعني ماشي سهله اللي باش يتقاسمها المغرب مع دول اخرى اللي كتعاني، وربما تحاول ان تعالج هذا الامر يعني سواء بالاجلاء او او بالطرد او بكذا. ويعني المجتمعات بصفه عامه لا تقبل المهاجرين، في حين ان المهاجر انسان له حقوق من حقوق الانسان ابسطها وهو أن يعيش في أمن وأمان، ويمكن أن نيسر له هذا الأمر وأن نتفهم ما وراء تحركته وما وراء اختياراته. شكرا جزيلا.